المؤتمر الصحفي لمؤتمر القاهرة للشبكية السادس. السنة دي الدورة السادسة للمؤتمر بتعاون مع المنتدى العربي الأفريقي لجراحة الشبكية والجمعية الأمريكية لجراحة العيون اللي هي SRS والجمعية الأوروبية لجراحات العيون المتطورة اللي هي ساسو. من الجمعية الأمريكية معنا دكتور طارق حسن هو رئيس الجمعية ودكتور كارل هوب ريبريزنتنج الجمعية الشبكية الأمريكية، ومعنا من المدرسة الأوروبية لجراحات العيون المتطورة دكتور كارلوس ماتيو ودكتور جارسيا رومي، الاثنين بيمثلوا المدرسة الأوروبية لجراحات المتطورة في العيون. خلال المؤتمر النهاردة اتكلمنا على حاجات كتيرة جدا، في سيشنز مخصصة للجمعيتين هتبقى غالبا الاثنين بكرة، فيها كل ما هو حديث من جراحات العيون. النهارده اليوم تطرق لحاجات كثيره جدا بما فيها مضاعفات السكر على العين والنظر الصناعي وايه اللي ممكن تعمل فيه ودور الخلايا الجزيئيه ودور الجين ثيرابي، حاجات كثيره جدا، العلاج بالجينات، كلها حاجات كثيره جدا تطرقنا ليها النهارده، والعلاج بالعقاقير او الحقن داخل العين. بعض اللي بتؤدي لدمور الخلايا والابحاث كلها بتدعم حاجه زي كده ان هو المستقبل ان احنا نحاول نعوض النظر للمريض فاقد البصر. الابحاث شغاله كتيره جدا في امراض ثانيه كثيره غير مرض للاطفال زي الليبرز، لكن برضه هتيجي في بعض الامراض للكبار. نفس الكلام بروفيسور رومي كان بيتكلم ان الجزئيه دي هم برضه في المدرسه الاوروبيه بيرعوا الابحاث اللي بتساعد حاجه زي كده، لان ده هيبقى المستقبل بما فيها امراض دمور مركز الابصار الشيكوكي اللي احنا بنسميه الاي ام دي، احدى الحاجات اللي يمكن ليها دور العلاج بالخلايا الجذعيه في المستقبل. هل في طرق جديده للعلاج العيوب الوراثيه ممكن تلاقين المقدم قسم النظر او طب النظر مش علاج بس بالليزك، لا يعني علاج ممكن تلاقين شكلها او اذا كانت بيضاويه او بيضاويه؟ هو يمكن قسم النظر بيتصلح بالليزك وخلافه عشان نصلح النظاره، لكن ما بنعالجش اساس المرض او قصر النظر. قصر النظر المرض بيشمل كذا حاجه، ليه مضاعفات على قاع العين وشبكيه العين، وليه اصلاحه ان انا اخلص من النظاره بان انا اعمل ليزك، لكن الليزك عمره ما بيصلح الدمور اللي بيحصل في مركز الابصار والتغيرات اللي منها كمان محسن يحصل قطعات في الشبكيه وتؤدي الى انفصال شبكي. اهميه الفحص المبكر في الاطفال اللي بيظهر عندهم قصر نظر دي بيتقي المشاكل والمضاعفات اللي بتحصل في المراحل النمو، فمهم جدا ان الاب والام يبقوا عارفين ان عندهم مشكله في الطفل يفحصوه اكثر من مره خلال السنوات الاولى من العمر عشان يقوا المضاعفات دي او يقدروا يعالجوها في مرحله مبكره على انها تؤدي الى تاثير جامد على الابصار. يمكن برضو من الابحاث اللي انا احب اضيف ان هتتكلم فيها النهارده هو الجين اللي يظهر ان الشخص ده هيجيله دمور في مركز الابصار مع الكبر او اللي احنا بنسميها الايج ريت ماكت جنريشن، ودي بروفيسور او هيتكلم عليها النهارده، هيتكلم في هل في مضادات الاكسده والخلاف وليها دور انها تقلل دمور حاجه زي كده، او الفيتامينز ليها دور في حاجه زي كده، هل لو احنا ابتدينا رجيم اكل معين ممكن نقي نفسينا من حاجه زي كده. دور الخريطه الوراثيه لفهم الجين اللي بيؤدي لدمور مركز الابصار الشيكوكي او اللي احنا اتكلمنا عليه الام دي، ساعات لما بنقدر نبص في الجينات بتاعه المريض بنقدر نعرف مين اللي هيستفاد ان هو ياخد زنك او مضادات اكسده وخلافه هيمنع المرض، ومين اللي مش محتاج ياخد حاجه زي كده انها تكون مضره بالنسبه له. ففهم حاجه زي كده، احنا كنا بنكتب للمرضى على طول العلاج ده وكنا متوقعينها هتقلل المضاعفات مع الوقت لكل الناس، لكن اتضح ان في جين مسؤول عن حاجه زي كده، وفهم الجين ده مهم جدا مين هيستجيب ومين مش هيستجيب عشان ما يديش علاج على الفاضي لحاجه زي كده. فده مهم جدا ان احنا نعلق على الجزئيه دي. برضه يمكن من المواضيع الجديده اللي اتكلمنا فيها النهارده كان علاج التليف او الانفصال الشبكي، وده مرض بنعرفه كلنا، لكن بنعرف ان في مريض يقول له عندك انفصال شبكي وتليف ومريض ما عندوش تليف، لكن اتكلم دكتور جارسيا رومي على هذه الجزئيه النهارده على دور علاج الانفصال الشبكي. دكتور جارسيا